مهرجان عشاق المسرح الوطني تنظمه جمعية عشاق المسرح للإبداع والتنمية في هذه الدورة الثالثة من هذا المهرجان المسرحي الوحيد بمدينة برشيد. نقول أن هذه الدورة ناجحة ومتميزة لأنها تحتفي بأحد أهرامات المسرح وهو الأستاذ الدكتور عبد الكريم برشيد، واخترنا لهذه الدورة شعارا المسرح مدرسة لتنوير المجتمع وصقل الوعي الإنساني، ومن خلال هذا لتحقيق هذا الشعار نظمت إدارة المهرجان مجموعة من الورشات التكوينية والندوات الفكرية. لذلك ندعو كل مكونات مدينة برشيد للمشاركة في هذه التظاهرة الفنية. وفي الأخير نشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح وإخراج هذه التظاهرة للوجود. شحال صبرت وصبرت